أهلا بحضرتكم، حلقة جديدة من شؤون عربية وقراءة في الشأن العربي الحالي. وتتصدر هذه الحلقة تطورات المشهد السياسي والميداني في العراق مع تواصل الضربات الأمريكية لمواقع تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق، وإعلان الرئيس العراقي بأن الجيش العراقي بحاجة إلى عقيدة، وتطورات الأخرى المختلفة داخل العراق. لكن قبل أن نبدأ في قراءة تفاصيل المشهد العراقي، هذه نظرة سريعة على أبرز ملامح المشهد العربي بشكل عام، ونبدأ باجتماع اليوم بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي عن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل المشاكل بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الدول الثلاث ستعيد سفراءها إلى الدوحة. كان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد بحثوا اليوم في اجتماعهم الذي عقد في جدة الخلافات الداخلية مع قطر، إضافة إلى تنامي خطر الإرهاب في المنطقة. ودارت أزمة دبلوماسية هي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين، إذ اتهمت الدول السعودية والإمارات والبحرين اتهمت هذه الدول الثلاث الدوحة بانتهاج سياسات معادية لها، لا سيما من خلال دعم تنظيم الإخوان المسلمين. وقد سحبت هذه الدول الثلاث سفراءها من الدوحة في مارس الماضي. طالب مجلس الأمن الدولي جماعات عبد الملك الحوثي في اليمن بالانسحاب من مدينة عمران وإزالة المخيمات المنتشرة في وسط العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها وإعادة المدينة إلى سيطرة الحكومة اليمنية. وكان عشرة الآلاف من أنصار عبد الملك الحوثي المطالبين بإسقاط الحكومة قد احتشدوا في شمال صنعاء متوعدين بالتصعيد. قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون إن لديه خطة تتكون من 6 محاور سيعرضها على الأطراف المعنية بالأزمة الليبية لتكون نواة للحوار ومنطلقا يهدف لجمع هذه الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم في ليبيا. يأتي هذا فيما قال رئيس الحكومة الليبية المستقيل عبد الله الثني إن حل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية لا يمكن أن يكون بقوة السلاح، وإن ليبيا لجميع الليبيين دون إقصاء. للمزيد من المتابعة والتحليل معنا هاتفين الأستاذ سعيد الغريب مدير مكتب الأهرام في ليبيا. تحياتي إليك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا. إذن ماذا عن المحاور الستة التي تحدث عنها رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كنواة للوصول إلى حل دائم للأزمة الليبية؟ هو حتى الآن لم تتضح المبادرة الكاملة أو المحاور الستة التي أصلح بها من خلال لقائه مع رئيس الحكومة السابقة، ولكن حسب المعتقدات أن الكل يسعى الآن إلى وقف إطلاق النار، ومن ثم ستطرح المبادرة بكامل بنودها الستة على حسب ما أعلن ليون. هو بدأ بالفعل على خطى سريعة اتصالات بكافة الأطراف، حيث التقى في مصراتة من يوم الخميس والجمعة والسبت 3 أيام في مدينة مصراتة، يجري اتصالات مع كافة الأطراف في مدينة مصراتة والمسؤولين حول والاستماع إليهم حول الآلية المثلى هي المشاكل التي أدت إلى احتدام الصراع في إثنين. وسينتقل إلى مدينة الزنتان لكي يطلع هو وبعثة الاتحاد الأوروبي على كافة المشاكل والمعوقات التي أدت إلى نشوب هذه الأزمة والوصول إلى حلول توافقية بين كافة الأطراف. طيب أستاذ سعيد، يعني هذه التصريحات تأتي بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الجوار دول الجوار الليبي في القاهرة وتبني الورقة المصرية لحل الأزمة في ليبيا. يعني
برأيك يعني هل ابتعدت تصريحات ليون عن الورقة المصرية أم أنها تأخذ بها كنواة للحل كما تبنت دول الجوار الليبي؟ بكل تأكيد الورقة المصرية أو المبادرة المصرية التي تبنتها قمة دول الجوار خلال الأسبوع الماضي هي الأساس وهي المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه التحرك الدولي والإقليمي، سواء كانت بالنسبة للاتحاد الأوروبي سواء كانت بالنسبة للأمم المتحدة، وبالتالي المعنيين سواء كان في الحل الدولي هم دول الجوار، سواء كانت مصر أو الجزائر أو تونس أو السودان أو تشاد أو مالي، هم المعنيين بالدرجة الأولى في الحل النهائي للأزمة الليبية. والأمين العام أو المجتمع الدولي قالك لابد أن نساعد الليبيين، المجتمع الدولي ودول الجوار، لكي يوصلوا إلى حل نهائي للأزمة. وبالتالي الورقة المصرية مهمة جدا جدا، وترتكز عليها كافة المبادرات وكافة الحلول التي ستقوم بها الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة في الساحة الليبية. نعم نعم، شكرا لك الأستاذ سعيد الغريب مدير مكتب الأهرام بليبيا. إذن مشاهدينا، بالعودة إلى موضوع هذه الحلقة الرئيسية، تطورات المشهد السياسي والميداني في العراق. من أبرز هذه التطورات ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة بنزوح أكثر من 1,600,000 عراقي من العراق خلال هذا العام بسبب الأحداث الأخيرة، منهم أكثر من 850,000 خلال الشهر الجاري وحده. أيضا تواصل الضربات الأمريكية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق داعش، وإعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن تكلفة هذه العمليات يوميا في المتوسط 7.5 مليون دولار، بما يعني أن وزارة الدفاع الأمريكية أنفقت نحو 532 مليون دولار خلال 71 يوم حتى الآن كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية. كذلك تصريحات الرئيس العراقي فؤاد معصوم بأن بلاده لا تملك القدرة العسكرية لمواجهة داعش وحدها، في اعتراف خطير خلال حواره مع بي بي سي عربي، ودعا إلى إعادة النظر في تركيبة الجيش العراقي وتشكيلاته وإعادة روح الوحدة وتكون عقيدة عسكرية للجيش، فيما يسابق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة بعد تكليفه في 11 من الشهر الجاري والترقب لعناصر هذه الحكومة. كل هذه التطورات نضعها تحت عين ورؤية ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ أيمن خالد حسين، المحلل السياسي والإعلامي العراقي البارز. بنرحب بحضرتك معك. أهلا ومرحبا بك أخي أحمد. قبل أن نبدأ في تحليل المشهد العراقي، دعنا نتطرق إلى بعض التفاصيل في سياق هذا التقرير. أولا، ما زالت القوات العراقية تواصل حربها ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في محاولة للقضاء عليهم وإيقاف تقدمهم نحو المزيد من المدن، فقد تمكن الجيش العراقي يدعمه متطوعون من تحقيق تقدم باتجاه بلدة أمرلي التركمانية التي يحاصرها مسلح داعش منذ حوالي شهرين، كما وصلت قوات البشمركة الكردية قصف مواقع مقاتلي التنظيم في السعدية بمحافظة ديالي لاستعادة السيطرة على البلدة التي استولى عليها التنظيم قبل أكثر من أسبوع. في المقابل، قام مقاتلو الدولة الإسلامية بإشعال النار في حقل نفطي كانوا يسيطرون عليه شمال العراق قبل أن ينسحبوا منه. وتقول واشنطن هي تأتي للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في العراق، مؤكدة أن تنظيم داعش يمثل تهديدا مباشرا للعراق وللمنطقة بأسرها، وأن التحركات العسكرية الأمريكية الحالية يجب أن تكون جزءا من استراتيجية إقليمية أوسع وشاملة تضم كافة الأطراف. ساعدنا بالناحية المعنوية والناحية العسكرية، وهما يأثرون عليهم، لما يجي طيارة هما يخافون. ومن أجل ذلك سيتوجه جون كيري إلى المنطقة لمواصلة بحث إمكانية بناء التحالف اللازم لمواجهة هذا التهديد، تزامنا مع قيام البنتاغون بإعداد مجموعة أخرى من الخيارات.
على الصعيد الدبلوماسي تستمر مساعي رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي لتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على احتواء التوترات الطائفية في البلاد قبل انتهاء المدة المحددة دستوريا لهذا الغرض والتي لم يتبقى منها سوى 14 يوما فقط. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونسأل ضيفنا الأستاذ أيمن خالد. بداية، يعني اعتراف الرئيس العراقي فؤاد معصوم بعدم امتلاك بلاده القدرة العسكرية الكافية لمواجهة داعش وحدها، ماذا يحمل من دلالات برأيك؟ يعني هل هو مطالبة أو استجداء من الأطراف الدولية مساعدة العراق على مواجهة داعش، أم أنه تسليم بالضربات الأمريكية المتواصلة على مواقع داعش؟ هو يحتمل الرأيين يعني بالمناسبة. أولا، الرئيس العراقي هو تعلم حقيقة، يعني احترامنا لكل يعني الرؤساء لرئيس العراق، بس يبدو أنه هذه الطريقة تعلموها عندما كانوا معارضة يطلبون التدخل الخارج. هم جاءوا إلى حكم العراق وما زالت عقيدة المعارضة موجودة لديهم، لا يشعرون بأنهم رؤساء، لا يشعرون يعني رؤساء جمهورية، لا يشعرون بأنهم رؤساء وزارة. هذه هي المشكلة الحقيقية، وإلا حقا من يهن يسهل الهوان عليه. يعني كيف يستمتع يعني رئيس دولة العراق وهو يعني اليوم احنا وصلنا إلى 11 سنة بعد احتلال الأمريكي للعراق، ومع كل منعطف سياسي بسيط يستدعون الخارج. إذن هذه عقيدة المعارضة اللي عاشوها زمان ما زالت موجودة لديهم. نعم. هذا أنا أقرأ أنه المسألة الثانية أنه ليس هناك إرادة حرة للمنظومة السياسية العراقية بالقطع. أستاذ أحمد، العراق ابتلي بالاحتلال الأمريكي، لذلك عندما نتحدث عن العراق ندعو يعني من يشاهدنا أن يفهم بأننا نتحدث عن العراق، والعراق حالته الخاصة. يعني هذا الأمر العراق لا ينطبق على البقية، لأن كل تفاعلات سياسية أو نظرية سياسية أو مفهوم سياسي يطبق بالدول الأخرى هو مختلف عما هو موجود في العراق، لأنهم الدولة بالعصر الحديث التي احتلت بهذه الطريقة بعكس الشرعية الدولية هي العراق. لذلك كل شيء في العراق عندما نتحدث عنه فهو مختلف بالتمام والكمال. يعني العراق، رئيس الجمهورية العراقي عندما يدعو الطرف الأمريكي للتدخل في العراق فهو يسير ضمن المعاهدة الأمنية المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة للعراق وما بين الحكومة العراقية عندما خرجت عام 2011. هم وقعوا مع العراق معاهدة أمنية قالوا فيها، لأنه سنأتي نحن إلى موضوع الإرهاب، أنا متأكد يعني ستسألني هذا السؤال لكي نوصل إلى هذا الموضوع. البند مهم بهذه المعاهدة يقول على الحكومة العراقية أو الأمريكية، ما معناه في هذه المعاهدة، إذا ما تعرض البلدان إلى الإرهاب ضمن مفهوم الدولتين يعني فالحق للحكومة العراقية أن تطلب العون من الولايات المتحدة الأمريكية، والعكس صحيح. إذا شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الإرهاب يؤثر عليها أو على يعني على سياساتها في العالم، وكان الموضوع يتطلب استخدام الأراضي العراقية، فالولايات المتحدة أن تتدخل. إذن هم أخي أحمد وضعوا في المعاهدة موضوع التدخل أو العودة لخلق هذه الحالة. لذلك مقدمة، يعني إذن من حديثك يعني بيبدو أنك ترجح أن أمريكا من مصلحتها أن تتواجد في العراق وأن تكون داعش ذريعة لكي تتدخل عسكريا. أحسنت. أحسنت. حتى أحسنت. رغم أن ذلك يكلفها 7.5 مليون دولار يوميا كما أعلن البنتاغون. مش من عندهم. هي هاي المشكلة، هذه النص مليار اللي فقدتها مش من أمريكا، هذه من العراق بحكم الاتفاقية. أنت طالب العون وأنا جيتك خلاص جيب الفلوس، يعني زي ما أخذوها من 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 2003 وإلى حد هذا اليوم. يعني الرئيس العراقي يعني أو الـ 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 لو كان يفترض أنه النصف مليار التي قال البنتاغون بأنه قد صرفها من جيبه
أو على العراقيين هي من ميزانية العراق. لو كان هذه النصف مليار يا أستاذ أحمد لو أعطيت لمن خرجوا في ساحات الاعتصام من العراقيين مطالبين بلقمة العيش ومطالبين بالعدالة الاجتماعية لكفتهم ولما ظهر موضوع الإرهاب أو الحواضن الإرهابية كما يسمونها. هم يجيدون لغة القتل، لا يستطيعون الدخول لفض الأزمات إلا بالجانب الأمني، وهذه هي المشكلة التي دخلت فيها الحكومة العراقية منذ أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية أورثتهم عقيدة القتل، هم دربوهم. يعني هذا الأمر قد يخفى عن الناس، يعني هذه يعني الميليشيات الموجودة ما تسمى بالجيش العراقي. أنا كل ما يذكر الجيش العراقي حتى هذا الأمر يؤسفني، لأن الجيش العراقي هو جيش بلدنا، لكنه نتوقع إن نتكلم إحنا عن واقع حال معين. يعني الجيش العراقي تم حله لكي يفهم الناس يعني بقرار من بريمر الحاكم الأمريكي للعراق، حل وزارتين، حل وزارة الدفاع بالكامل وحل وزارة الإعلام بالكامل. وما تم إنشاؤه من جيش جديد هو جمع كل الميليشيات التي كانت تابعة لأحزاب المعارضة خارج العراق عندما دخلوا، ميليشيات مدربة على فقه خدمة أحزابها فقط، وهي شريرة بدرجة كبيرة. والدليل يعني أنا يعني ما حدث، يعني إذن هذا ربما يفسر لنا تصريحات فؤاد معصوم بضرورة عودة العقيدة للجيش العراقي. أحسنت، هذا هو الموضوع. يعني هم يفهمون يعني موضوع، هم شعروا حقيقة شعور بأنه هم ليسوا قادرين على بناء دولة، يعني جربوها فعرفوا بأنه الدولة لا تبنى إلا بجانب منها، إلا بمؤسسة عسكرية تخدم البلد كله، لا تخدم الأحزاب ولا تخدم يعني رئيس وزراء بحد ذاته، ولا هو جيش لرئيس جمهورية. هذه هي المشكلة. الجيش يفترض أن يحيد بكل المواجهات والخلافات السياسية التي تدور ما بين السياسيين. لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة، أدركوا حقيقة بأنهم ليس لهم قدرة على الاستمرار إلا بجيش عراقي بعقيدة حقيقية عراقية، وإن كان البعض يفسر العقيدة فقط كي لا ينتقدني البعض، يعني العقيدة هي طريقة التسليح بالمناسبة، احنا نقول الانتماء. نعم. يعني العقيدة يقال العقيدة الروسية أو العقيدة الأمريكية، هذا فقه الحالة العسكرية، يعني التسليح العسكري أو التسليح الأمريكي أو الروسي. أما نقول الانتماء، يفترض أن يكون الجيش العراقي جيش منتمي لكل العراق ومن أهل العراق. هذه هي المشكلة الحقيقية. على سبيل المثال يعني أثبت لك، يعني هم يواجهون اليوم يعني حملة لإعادة ناحية أمر اللي تابعة لقضاء طوس خرماتو من أهم المناطق فيها. يتبرع أحد زعماء الميليشيات بالرسمي وهو وزير، وزير النقل، ها يقول وقائد ميليشيا يقول قوات هو يعني ميليشياتي جاهزة مع المؤسسة العسكرية وبانتظار الأوامر. تصور تخيل يعني جيش ويأتي وزير عنده هذا. نعم. يسموه يعني طيب. قوات بدر أو يعني أستاذ أيمن ذكرت لي منذ قليل أن أمريكا من مصلحتها وجود داعش. نعم. لكن يعني هل هذا يتناقض مع التصريحات المعلنة من جانب أوباما بأن تنظيم داعش يهدد الوجود الأمريكي والتحالف الذي تسعى الدول الغربية لإقامته ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وأيضا الفيديو المسرب عن قتل داعش للصحفي الأمريكي جيمس فولي؟ يعني هل هذه مجرد تمثيليات معلنة وفي الباطن يكمن أمور أخرى برأيك؟ أم مع أستاذ أحمد راح نستوحي التاريخ القريب جدا، يعني وكفى عظة لأولي الألباب ما جربوا، وإحنا مش بعيدين. يعني 2003 قبل 2003 قبل اللي تصير غزو العراق، كولن باول جلس في المنظمة الدولية في الأمم المتحدة تذكرون، وعلى السكرين يعني أسقط المشهد بأنه هذه الشاحنات تخرج من الموقع الصناعات النووية والمتفجرة والعراق يستطيع أن يفجر العالم بدقائق معدودة، تتذكر هذا ثم الكلام. ثبت كذب هذه الادعاءات. نعم. هو نفسه قال يعني بعد أن خرج قال أنا ظللت من CIA، أنا ظللت من الاستخبارات الأمريكية، والمتحدث باسم البيت الأبيض قال أنا ظللت، وكلهم يعني ما الذي يمنع هذه الحالة أن تتكرر اليوم وهي مشابهة جدا
على سبيل المثال ربما الذي يمنع يعني بديهيا او منطقيا هو ان المؤمن لا يلدغ من احسنت انا هذا الكلام اللي احنا نقوله. يعني لماذا يقع العراقيون في نفس الفخ اذا؟ لانه نجاة البعض بهذا التضليل. موضوع التضليل يعني دراسة وفهم التضليل الإعلامي يتجلى في الحالة العراقية 100%. هم لماذا يستدعون الأمريكان؟ هم يعرفون بالتمام بأنهم هم يستدعونهم على خصومهم السياسيين. أثبت لك كمان قبل شهر يعني شهر وأسبوع ظهر نور المالكي قبل أن يعني يسلم له، وهو ما زال لم يسلم يعني قبل أن يأتي العبادي، قال بخطابه عنده هو خطاب يوم الأربعاء، قال فيه أخي ها قال اولا قال بان السياسيين العراقيين اللي هم خصوم السياسيين يرقصون ويتغنون على انغام داعش. اتهم خصوم السياسيين هو لانه يعرف حقيقه من يعني كيف هي الحاله داعش. نعم. تعرف بالاسبوع الثاني شنو قال على داعش؟ قال البعض يوظف داعش ويجعل لها الغطاء السياسي. هذا من هذا المتحدث هو رئيس وزراء العراق. هو يعرف أنه هذه تهم يلصقها البعض بالبعض الآخر من السياسيين العراقيين. الأكثر إثباتا لو تسمح لي أخي أحمد، عندما دخلت داعش إلى الموصل، ما يسموه داعش اللي هي الدولة الإسلامية، عندما دخلت إلى الموصل فثارت ثائرة رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهم مسعود البرزاني، قال بأنه لأنه داعش دخلت من من؟ على شريط حدودي مع كردستان. نعم. وكانت القوات البيشمركة عندما دخلت داعش إلى الأنبار الموصل ديالة، ماذا عملت القوات الكردية؟ دخلت على المناطق تبع النفط اللي هي كركوك وخانقين. فكأنه تقاسموا، يعني كأنه الدولة الإسلامية والأكراد تقاسموا اللعبة. فظهر رئيس الوزراء قال أنه من أدخل داعش هو مسعود برزاني، واشتدت فيما بينهم كأنها الحرب. عندما صار الخلاف ما بين الدولة الإسلامية وما بين الأكراد، ها تم التحالف مرة أخرى أستاذ ما بين مسعود برزاني وما بين من؟ ما بين حكومة بغداد. طيب إذا أنت تتهم وأنت رئيس وزراء وتقول هو من أدخل داعش والإرهاب إلى هذه المناطق أو المحافظات الأربع فأسقطها، كيف تتعامل معه؟ يعني ضمن أي توصيف؟ أنت رئيس وزراء وفي عندك رئيس إقليم خائن بتوصيفك أنت يا سيد نوري المالكي، كيف تتعامل معه؟ يعني لماذا تتعامل مع هذا ولا تتعامل مع الآخر؟ ولا تتعامل مع الآخر؟ طيب يعني هل ربما ذلك يبرر تصريحات مسعود برزاني بأن العراق لن يعود إلى ما كان عليه بعد إعلانه انهيار الجيش، وحديث جو بايدن عن سيناريو تقسيم العراق إلى 3 دول؟ يعني نعم. هل من مصلحته هو تقسيم العراق فعلا حتى يحصل الأكراد على دولة، مناطق خاصة بهم أو منطقة خاصة بهم؟ نعم. هذه أستاذ أحمد رسالة من عشرات مئات السنين. الأكراد يريدون الاستقلال، هم لا يقفون أمام أي مطلب غير استقلال دولة. هم يرون بأن أقليم كردستان صالح لأن يكون دولة، جزء منه في العراق وجزء في سوريا، جزء في تركيا وجزء قليل في إيران. هل هذا مبرر لأنهم يسهلوا لداعش دخول الموصل وغيرها من المدن؟ ما هم سهلوا لإسرائيل التعامل معهم، وسهلوا لأمريكا اللي قتلت العراق أن تتعامل معهم. نعم. يعني من باب أولى. هم ذهبوا إلى الأبعد. الأكراد هدفهم أنه تأسيس أو يعني دولة لهم، دولة كردستان العراق. نعم. وخياراتهم كثيرة. نعم. طيب نتوقف قليلا لنرصد المشهد الميداني في العراق مع مراسلنا هناك حيدر الأسدي. حيدر، ما هي أهم التطورات على الأرض لديك فيما يتعلق بضربات الأمريكية على مواقع داعش، وأيضا تقدم القوات العراقية باتجاه مواقع ذلك التنظيم؟ نعم، بالنسبة للتطورات الميدانية، اليوم أعلن محافظ ورئيس مجلس محافظة الأنبار بأن القوات الأمريكية تقصف مواقع داعش في محافظة الأنبار منذ أسبوعين. هذا تطور جديد. من ناحية أخرى، القوات الأمريكية أو الطيران الحربي الأمريكي يساند قوات البيشمركة في عملية تحرير بعض المناطق الواقعة شمال العراق، ومن بينها اليوم استعادة السيطرة بالكامل على حقل نفطي مهم وهو حقل عين زالة، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى. واليوم أيضا كانت معارك مع
في محيط مدينة تكريت. المصادر المقربة من المسلحين تقول بأن القوات الأمنية قد فشلت للمرة الثانية خلال يومين في اقتحام المدينة، وأيضا المصادر المقربة من الحكومة في المقابل تقول بأن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية تتقدم في تلك المناطق، وهي أيضا باتت قريبة أو باتت قاب قوسين أو أدنى من فك الحصار على مدينة أمرني. منذ الصباح الباكر كان هناك قصف بمدفعية الهاول قامت بها قوات الحشد الشعبي لمحيط أو مواقع تواجد عناصر ما يسمى بداعش على أطراف من مدينة أمرني في محاولة لفك هذا الحصار، ولكن حتى الآن لم تعلن أي جهة بأن الحصار قد تم فكه عن مدينة أمرني. على العموم تطورات كثيرة، وهناك يعني أشبه بعملية الكر والفر. في المقابل أيضا تحاول الجماعات المسلحة فتح جبهات قتال جديدة لإشغال القوات الأمنية العراقية، ولكن يبدو أن قدرة الجماعات المسلحة، وهذا واضح بأنها قد يعني تم تحجيمها إلى بشكل كبير بعد دخول الطيران الحربي الأمريكي على خط المواجهة، لأن هذه الجماعة باتت أقرب إلى أنها اليوم تأخذ موقع الدفاع بدلا من موقع الهجوم، وهذا بالتأكيد يعني انعطافة حقيقية في المشهد الأمني. طيب ماذا على الصعيد السياسي من تطورات أيضا في جهود رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة؟ يعني اليوم يمكن أن نقول بأنها كانت الانتكاسة الأكبر منذ خطاب تكليف حيدر العبادي وحتى الساعات القليلة الماضية. هذه الانتكاسة تمثلت بإعلان اتحاد القوى الوطنية الممثل للعرب السنة بانهيار المباحثات والمفاوضات تشكيل حكومة مع التحالف الوطني، والأسباب كما قال عنها الجميلي سلمان الجميلي رئيس وفد التفاوض السني أو اتحاد القوى العراقية الوطنية، قال بأن هناك تفرق في المواقف من قبل التحالف الوطني، وأن هناك من يريد أن يستمر على النهج السابق في تعامله مع المحافظات العراقية السنية بالتحديد، والتي يطلق عليها بالمحافظات المنتفضة. هذا الانهيار في المفاوضات أيضا جاء نتيجة أن العرب السنة يطالبون بنسبة 40% في إدارة الدولة والمؤسسات، في حين جاء التحالف الوطني اليوم بورقة جديدة تعطي أو تعرض على السنة نسبة 31% في المشاركة في مؤسسات الدولة، وهذا بالتأكيد كان سبب الغياب، بالإضافة إلى مسألة اشتتاث البعث. كان النقطة التي أدت إلى انهيار المباحثات حتى اللحظة التي نتحدث فيها. شكرا لك حيدر الأسدي مراسل النيل في العراق على هذه المتابعة. إذن أستاذ أيمن، بالعودة إلى الحديث عن دور الكردية في مسألة داعش، يعني هناك بعض الخبراء يقولون أن هناك وحدة كردية هشة في مواجهة داعش ما بين أكراد تركيا وإيران وسوريا والعراق لمواجهة عناصر داعش. هل تؤيد هذا القول إذن؟ شوف أشرح لك بس شيء واحد يعني عشان بس يكون للمشاهد يفهم الحكاية. نعم. في كتلة متشابهة، عشان بس الناس تعرف، يعني في كتلة متشابهة ما بين ثلاث محافظات عراقية وثلاث محافظات سورية، يفصل بينهم حد أزيل. هاي الثلاثة كلهم عرب سنة قبائل أولاد عم متقاربين، فلهذا اختلط المشهد ما بين العراق وما بين سوريا. أدركوا يعني الأكراد هنا أدركوا لأنهم لديهم جزء في منطقة بمحافظة اسمها الحسكة اللي موجودة بها نسبة الأكراد موجودين في سوريا، أرادوا أن يشكلوا لهم موقف معين. هؤلاء سيكونون بحكم انفتاح الحدود وسيطرة الدولة الإسلامية عليها، سيكون أي مكون خارج يعني خارج مناطق، البعض يسميها ثورة، البعض يسميها مقاومة، البعض يسميها الدولة الإسلامية، ما شئت. هذه المنطقة المتمردة سميها، هذه المنطقة أي قوة
هي تبدو تجاهها صغيرة بواقع الحال، هذا كما يعني كما نشاهده. لذلك الأكراد شعروا بالخطر لأنهم هذه هي منطقة حدودهم، ثلاث محافظات من العراق وهناك محافظات من سوريا. الإشكالية الأخرى أستاذ، الثلاث محافظات العراقية التي تشكل أكثر من يعني قريب من نصف مساحة العراق، هي تربط ما بين حدود بغداد إلى حدود سوريا لذلك هذه المنطقة هي ليست بالمنطقة السهلة. نوضح أكثر الأمر، لماذا احنا نقول يعني هناك، عندما قلت لك بأنه المالكي يدرك بأن لديه خصوم سياسيين ممكن أن يستفيدوا من هذا الوضع الموجود للأمور السياسية، ولهذا قال لك حيدر الأسدي بأن أهل السنة أو قوائم السنة اليوم طالبت بسقف عالي جدا. ليش؟ لأنه كل الأحداث التي تدور فيها المنطقة هي تدور في أراضي أهل السنة، وكل التهديد اللي موجود، والحقيقة لكي تكون بالعلم يعني كي لا يعني نظلم أهلنا في العراق، أن هناك حالة ثأر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين المقاومة العراقية التي أنشئت على أراضي أهل السنة. واضح؟ وهم اتهموا المقاومة العراقية من عام 2003 إلى أن خرجوا عام 2011، ألبوا الموقف العالمي الدولي كله وسموهم بالإرهابيين، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية ألحقت بمصطلح الإرهاب كل حركات التحرر. وموضوع الإرهاب هذا موضوع خطير راد له إعادة قراءة مرة ثانية. لم يتفق العالم حتى بحدود المنظمة الدولية والقانون الدولي على تسمية محددة للإرهاب. وإشكالية أمريكا وروسيا عبر الزمان أنه اختلفوا على هذا التعريف، لأنه أمريكا تعطي تعريف الإرهاب يخضع كل حركات التحرر إلى الإرهاب، وروسيا كانت تمانع بهذا الأمر. روسيا كانت تمانع بها. الغريب أنه بالفترة الأخيرة السنوات الأخيرة ضعف الحالة الروسية ألحقت يعني بعد أن أمريكا سيطرت على العالم أصبح هذا المصطلح ما تريده أمريكا، ولهذا قالوا من ليس معنا فهو ضدنا. أمريكا تحارب الإرهاب، الحرب العالمية ضد الإرهاب أعلنها في حينها جورج بوش، فانساق العالم إلى هذا الأمر. وسبحان الله أصبح موضوع محاربة الإرهاب في مناطق أهل السنة بالعراق وأهل السنة في سوريا. هذه هي المفارقة الغريبة. هل تعتقد أن وجود داعش وما نشهده الآن من تسابق أوروبي وأمريكي لإنشاء تحالف دولي ضد داعش هو مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب بوجهة نظر غربية؟ هم يعلنوها هكذا، هم لديهم مشروع. أخي منطقة كردستان العراق، منطقة كردستان منطقة تماس حضاري يعني ما بين كردستان العراق، تفصل يعني تفصل مناطق مهمة جدا. ولهذا أؤكد لك الأمر أستاذ أحمد، ماذا قال أوباما قبل 4 أو 5 أيام؟ كررها مرتين، يعني قال هذه الحرب طويلة عشان ما حدش يعرف، غير محددة الحدود. قد تكون في داخل سوريا، قد تكون في داخل سوريا، أو قد تمتد إلى أي منطقة يذهب إليها الإرهاب. شوف حالة التعتيم والتعمية تدلك على إيش؟ على أنه المرحلة القادمة مرحلة جديدة، والأكثر من ذلك نحن نقودها، كأنه يقول نحن نقودها ولا أحد يعرف إلى أين نحن نتجه. ما دلالة دخول روسيا على الخط في مواجهة الإرهاب من خلال تسلم العراق مروحيات 128 القتالية الروسية؟ حصة. العالم كله الآن، الاتحاد الأوروبي بأجمعه، الاتحاد الأوروبي وافق على الدخول. الأكثر من ذلك أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا، إيران على سبيل المثال تقول نحن نتعاون مع أي كائن في الأرض، يعني حتى مع إسرائيل ما معنا للقتال في العراق. يعني في العراق. الكل غنيمة لما بعد تقسيم العراق. أيوة غنيمة. هناك مشروع حقيقة، مشروع أمريكي أوروبي بالعراق موجود يعني، والكل بويدة. يعني الآن الطائرات السورية تقصف في العراق، الطائرات الإيرانية في العراق، الروسية تسلح، ألمانيا تسلح، الاتحاد الأوروبي كله يسلح. هل تعلم هذا التسليح ليس قادر على أن يزيل داعش من الكرة الأرضية، هذا قادر على إزالة الكرة الأرضية. الآن الجهد العالم كله متجه لوين؟ على منطقة محددة في العراق. هل هذه، أتساءل أنا، بس أتساءل، هل في يومين داعش ليقولهم جاءوا من الكهوف تسقط 4 محافظات؟ هؤلاء اللي أتوا من الكهوف كما يقولون يسقطون 4 محافظات يا أستاذ أحمد، والجهد العالمي كله
صار له بالضبط يقول احنا صارنا شهر ونص صرفنا نصف مليار، واحد يقول الطائرات موجودة تسليح المئات اللي موجودة جاية من روسيا او الطائرات الامريكية القاصفة يعني هو صراع على حقول النفط في الاساس، حقول النفط أرض استراتيجيات، تنفيذ مشاريع بعيدة الأمد، إخضاع المنطقة إلى متحولات جديدة. هناك مشروع عالمي وقع في رأس العراقيين، نعم وقع في رأس أهل السنة. دائما بداية المخططات يعني الأمريكية بتقسيم العرب تبدأ من العراق، يعني كما حدث من قبل في الحرب العراق الأولى. صح يعني صح، هو أي احتلال في المنطقة يبدأ من هنا. يعني ربما هذا استغلال للطائفية الموجودة في العراق بالأساس. حديث جو بايدن، خطاب جو بايدن الأخير عن تقسيم العراق قبل أيام إلى دولة شيعية في الجنوب وسنية في الوسط وكردية في الشمال، إلى أي مدى يعكس من وجهة نظرك المخطط المرتقب باتجاه العراق؟ أنا بحكي أقول لك على شيء. أولا لا يشتهان بحركة التحرر العراقية، ولا يشتهان بالمقاومة العراقية اللي أذلت الأمريكان يعني من 2003 حتى خرجوا 2011، ولكن شدة الضغط يعني الآن يعني الجهد العالمي وتنكر، شوف الجهد العالمي وتنكر دول الجوار والعالم الإسلامي والعالم العربي لما يجري في العراق والانسياق وراء حكاية أمريكا، يعني هذا كله ممكن أن يضعف الحالة العراقية. لكن أنا أعتقد بأنه العراقيون مواجهون بالطبيعة، وأمريكا لن تنجح هذه المرة كثيرا، لأنه هي عندما جاءت ب 2003 كانت متسيدة العالم، حتى وأن كانت روسيا لو أن تدخل معها بمشروع معين، ولكنه أمريكا تدرك بأن هناك منافسين قادمين على الخط، ولذلك المعركة القادمة هي معركة ليست سهلة، وقد لا يكون العراق هو وحده في 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 قلب العاصفة. يعني إذا مطلوب دور عربي أكثر فعالية بالقطع، يعني الدول العربية اللي غابت عن العراق من 2003 إلى اليوم يجب أن تعود، ولكن يجب أن تعرف هذه الدول مغزى التحرك الأوروبي والأمريكي. ما هي داعمة للإسرائيل؟ يعني هل معقولة يعني الأخ حيدر أورد لنا هذا الأمر، هو يعني جابه يعني يقول كما يقولون بأن الأمريكان بدأوا يحررون بعض المناطق العراقية. بالله عليك يعني أمريكا تحرر يعني يتحدثون عن مدينة أمر للمحاصرة، يعني أمريكا تحرر العراق؟ ما هي أمريكا المحتلة، هو من جاء إلى العراق مخالفا للشرعية الدولية، ما هم طلبوا على الأمم المتحدة قالوا لهم احنا نغزو العراق، ما وافق، قالوا اذا قرار احنا نتخذه بلطجة. يعني اذا من خلال تشكيكك في هذا السيناريو الامريكي، هل بتستطيع أمريكا. هل بالفعل يعني استطاعت الولايات المتحدة بإعلامها ان تخدع العالم كله خاصة العرب والعراقيين انفسهم؟ نعم. بما تسميه انت أكذوبة. نعم. داعش وهناك يعرفون في المنطقة. شوف احنا عشان يعني بس نكون واضحين لو سمح الوقت، يعني انا لا اقول لك انه العراق ما في ارهاب. ليه؟ لانه العراق الذي اورثته امريكا حطاما، اذا كان هناك ارهاب من باب اولى ان يكون الارهاب فين؟ في العراق. نعم. لانه هي دمرت بناء تحتيه، دمرت مؤسسته العسكريه الاعلاميه، افقرته. فاذا كان هناك ولا بد من ان يكون ارهاب بالطبيعه ان يكون في العراق، هذا معك. ولكن القوات الأمريكية لما جاءت وحطمت العراق خارج الشرعية الدولية، ها، وقالت بالأخير أصدرت، ذهبت إلى المنظمة الدولية وقالت أعطونا موافقة بأننا قوة احتلال، أليست قوة احتلال في القانون الدولي، ها، توجب المقاومة عند البلد الآخر؟ فإذا كان هناك إرهاب بنفس الوقت أكو حركات تحرر موجودة، يعني يفترض أن تكون موجودة حركات تحرر وثورة ضد كل ما لحق بالعراقيين. فلماذا يا أستاذ أحمد أنا أخذ جانب الإرهاب فقط وأطيح بكل من يقف ضد المشروع الأمريكي الذي حطم العراق؟ نحن نقول قبلنا بأن هناك إرهاب، لأنه البلد مؤسسة العسكرية ضعيفة جدا، وضع الاقتصادي منهار، هناك هو احتلال، فآمنا بأن هناك جزء ما إرهاب. ولكن هل هذا يمنع أن تكون هناك حركات تحرر وهناك ثورة في العراق ضد الظلم؟ هل تعلم أستاذ أنه صار 11 سنة العراقيون أو أن بأن العراقيين يعني لم يتمتعوا باليوم إلا بساعة أو ساعتين من الكهرباء بهذا الحر القاتل، والعراق من أشد بلدان العالم حرا،
وبؤسا. هل تعلم طب يعني اذا بماذا تفسر اعلان المنظمه الدوليه للهجرات نزوح اكثر من 1,600,000 عراقي خلال هذا العام؟ يعني أضيف هل هذا يفسر ما يحدث على الارض؟ يعني لماذا سبب النزوح اذا وانت تشكك في وجود داعش اصلا؟ طيب خلينا نقف عند الحكايه هذه. يعني انا لا اقول لك هم عايزين يسمون الدوله الاسلاميه ارهاب، خلي يسموها، انا مش قصدي هذا يعني ارهاب، ولكنه هل معقوله 1,600,000 ها يهجرون، والجيش العراقي يهجرون من قبل من؟ من قبل جماعة يقولون جاءوا من الكهوف. إذن يهجرون من؟ من قبل جماعة جاءوا من الكهوف. لماذا 140 مليار دولار ميزانية عراقية تؤسس جيش أمام عيون الناس؟ مؤسسة عسكرية وجيش ومال ودعم دولي، أمريكا وأوروبا والاتحاد الأوروبي والعالم كله ها لا يستطيع أن يواجه من نظموا وخططوا في الكهوف. هل هذا معقول أم هذا هو ضحك على العالم؟ طب يعني هذا النزوح سببه الجيش العراقي نفسه؟ الجيش العراقي طيب ليه سحب الجيش يعني العراقي؟ يعني هل بتعتقد ذلك أم أنا بسبب العمليات القتالية من جانب الجماعات الطائفية وغيره؟ ما له حقيقة الجيش العراقي. ما هو طلع نفسه هو الأثير اللي جاي في محافظ الموصل، نعم، على التلفزيون كان يتكلم هو قلهم الآن في ناس بيقولوا بأنه الجانب المقابل بالنينوى بدأ يسقط، ورا ساعة سقط، ورا ثاني يوم ورا ست ساعات سقطت محافظة أخرى. من أين جاءوا؟ من أين جابوا ما هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر كان له جزء كبير منه تخطيط. أنا لست أنا اللي أمن أقول هذا، يعني هناك ما هو وزير الدفاع رئيس الوزراء العراق ما قال انه اللي عملوا الاكراد هم اللي سهلوا سقوط هذه المحافظات. يعني لماذا الان بعد ان جاءت امريكا تخلوا عن هذا الامر؟ هناك اشكاليه، لماذا انسحب القاده العسكريون؟ اليس يا استاذ احمد ها بان القاده العسكري هو لماذا موجود الجيش؟ الجيش اساسا موجود اليس للمواجهه؟ اليس للمعارك؟ لماذا لم يخوض المعركه امام هؤلاء كما يقولون بان هناك داعش جاءوا من اين لا نعرف. انا اعمل محاكمه عقليه فقط، انا نعم. لا اعرف انا إيه. طيب. نحن نعمل محاكمه عقليه. اخيرا لضيق الوقت، توقعاتك لمهمه حيدر العبادي في تشكيل الحكومه الجديده، وهل ستكون مهمته اصعب من سلف ونوري المالكي؟ لان البعض بيقول ان المالكي كان معزول من جانب الكتل السياسيه داخليا. يعني توقعاتك بتشكيل الحكومه الجديده والملف الامني في هذه الحكومه؟ انا اعتقد بانه المهمه جدا صعبه امام سيد حيدر العبادي. اتمنى التوفيق للعراق بكل قياداته. أتمنى أنه بس يفهم أنه لماذا وصل العراقيون لهذه المرحلة، لماذا سقطت المحافظات. يعني ينتبه إلى الموضوع التالي، الطائفية لعبت الدور الكبير، تهميش جزء كبير وهم أهل السنة. المادة 4 إرهاب، المادة 4 أنت ماشي في الشارع حد يأشر عليك يرموك في السجن بدون تحقيق وما تطلع. في عندنا نساء دخلوا من 2006 ولحد الآن ما طلعوا، موجودين وملفاتهم ورقة بيضاء موجودة في ملف موجود بدون تحقيق. هذا الظلم اللي لحق بالعراقيين. يجب أن يفهم بأنه حتى وإذا كان هناك ما يقول إرهاب وداعش، خلي يفهم لماذا قبلت، إذا كان هذا الأمر موجود وقد يكون موجود، لماذا قبلت هذه المناطق بأن تحتضن الإرهاب؟ خلي يفهم ليه؟ ليه استعانت هذه المناطق بالشيطان ضدهم؟ لماذا؟ والألم والاضطهاد والانتهاك هذا هو. يعني إذا القمع هو السبب، هو هذا الأساس، تبحث بالأسباب. نعم. أشكرك لرؤيتك التحليلية الخاصة الأستاذ أيمن خالد حسين المحلل السياسي والإعلامي العراقي. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من شؤون عربية.